خلينا نقعد شوي، ابي اكلمك بموضوع. خير؟ انا شفت الامسيه الشعريه باليوتيوب. شفت الناس شلون متفاعلين معاها؟ خليك من الجمهور. في قصيده جديده كاتبها، لما سمعتها ما ادري ليش حسيت انك كاتبها علشان ساره. وانت بتقعدين تحللين القصايد على كيفك؟ فهد انا ماني غبيه ولا اني مدمغه. انا اعرف كل كلمه وكل حرف تكتبه تقصد فيه منه. حسيت اني محتاج اعتذر له.